أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وشركة بوابة دلمون العقارية عن بدء الأعمال الإنشائية في مشروع تنفيذ 131 وحدة سكنية في مدينة سلمان والمدرج ضمن مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك خلال تدشين المشروع بحضور سعادة السيدة أمنة بنت أحمد رميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني والسيد عبد الله علي الرئيس الرئيس التنفيذي لشركة بوابة دلمون وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة والشركة المنفذة للمشروع. أكدت سعادة السيدة أمنة رميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن تدشين المشروع في مدينة سلمان يأتي تماشيا مع خطة الوزارة للتوسع في تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية لتشمل جميع محافظات المملكة، وأن الوزارة قامت مؤخرا بطرح مزايدات تنفيذ مشروعي البحير وهورة سند ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، وهي المشاريع التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ خلال المرحلة المقبلة بعد الانتهاء من إجراءات ترسية المزايدات وإبرام العقود مع الشركات العقارية المطورة، ومشيرة إلى أن الوزارة تعكف على الإعداد لطرح مراحل أخرى من المشاريع المقرر تنفيذها ضمن البرنامج في عدد من المحافظات خلال المرحلة المقبلة. من جانبه أشاد السيد عبد الله علي الرئيس التنفيذي لشركة بوابة دلمون العقارية بتجربة التعاون مع القطاع الحكومي لتنفيذ هذا المشروع، وما حظت به الشركة مع دعم وتسهيلات بهدف تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المعد لتنفيذه، مؤكدا على أن الشركة تحرص على توفير كافة مقومات نجاح هذا المشروع من مهندسين ومقاولين واستشاريين ذوي خبرة في المجال الإنشائي بهدف أن يصبح هذا المشروع نموذجا ناجحا يحتذى به في تنفيذ المشاريع المقررة مستقبلا في إطار هذا البرنامج. طبعا اليوم نشهد ثاني مشروع من مشاريع حقوق تطوير الأراضي الحكومية، وهذه طبعا واحدة من المشاريع اللي بالفعل نفتخر فيها في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وهي واحدة من مسارات العمل اللي احنا ننتهجها في توفير الوحدات السكنية المناسبة للمواطنين. طبعا اول مشروع كان مشروع سهيل اللي كان في منطقة اللوزي، واللي الحمد لله حقق اقبال جدا كبير من المواطنين، وطبعا وذلك عن طريق طبعا البرامج التمويلية اللي احنا نقدمها في الوزارة، سواء كان تسهيل أو مزايا المستحدث. واليوم طبعا بإطلاق ثاني مشروع من مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بيّن مدى نجاح اليوم القطاع الخاص في أنه يأخذ على عاتقه جزء من هذا الملف الحيوي والمهم لكل مواطن بحريني، وهو توفير السكن الملائم له. وطبعا هذا المشروع يعد من أجمل المشاريع كونه يقع في موقع متميز في مدينة سلمان بإطلالات وواجهات بحرية، شوارع متسعة، وجود جميع المرافق حوله، فهذه إن شاء الله بإذن الله بيلبي تطلعات واحتياجات كل عائلة بحرينية إن شاء الله. هذا المشروع اللي يعتبر هو المشروع الأول في برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بعد المشروع التجريبي طبعا، وإحنا من خلال هذا المشروع نأمل أن يكون مثال يحتذى به في تطوير العراق العلاقة في الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، طبعا بما يخدم مصلحة المواطنين ومصلحة البحرين إن شاء الله. إحنا من هذا المشروع راح نقدم إن شاء الله منتج مميز وفخم إلى المواطنين، سواء من ناحية الموقع، عندنا الموقع يطل على البحر من ثلاث جهات، البنية التحتية متوفرة في الموقع، المواطن يقدر يسكن في حدائق متوفرة حوالين المشروع، وحتى رأينا أن الوحدة السكنية تكون وحدة متميزة تتسم بالسعة وبالرحابة، بحيث أن تبلغ مساحتها في حدود 264 متر مربع. كل هذا اللي تكلمنا عنه تصوروا انه يعني بسعر منافس جدا راح يطرح في السوق.